مشوا معايا معنا البطل، راه هو البطل، البطل يلا يلا نشوف البطل عبد العالي مشاهد. مشاهدينا الكرام، بان لي عبد العالي هذا البطل ديالنا كيتواجد امام المحكمة ايضا. اهلا وسهلا معنا البطل عبد العالي مجاهد، مرحبا بك على المباشر. لا تسال واحد دقيقه، انا معك انا معك امام المحكمه. تفضل دقيقه. معنا البطل عبد العالي مجاهد، تفضل خويا عبد العالي. السلام عليكم ورحمه الله، تحياتي لكل المشاهدين الكرام، معكم اخوكم عبد العالي مجاهدي من مدينه فاس. من طبيعه الحال انتم راه كنظن سمعتوا شنو وقع للمراه الفاسيه او لا المراه المغربيه. من طبيعه الحال احنا كنا تحت شعار واحد، هو الله الوطن الملك. المراه اللي شناها ضربها يوسف بالتصرفيقه، راه ما نقبلوش احنا هذا الوضع. زائد كيعلنها في القناه ديالو انه ضرب المراه بطريقه رياضيه وسماها بخانزه البيطان وسماها عجوزه وسماها، يعني كيف يعقل ان انت كتعلن انك رجل يعني رياضي، انك واعي، انك في مستوى، وغادي تجي سي يوسف وتضرب لنا امراه اللي قد الام ديالك وقد الجده ديالك وقد الخاله ديالك والعمه ديالك. خذ يعني ولو تاخذ ذاك المراه شوفها وحده من العائله ديالك، حتى انت شوف شكون اللي قدر يعني، واش تقبل شي واحد يضرب لك خالتك ولا عمتك؟ هذه هي المسائل اللي خلاتني دابا الان نطلب تحدي من يوسف الزروالي، ونتمنى يقبل هذا التحدي. لا كنتي بطل وكنتي راجل وكتقول بوكسور عبد العالي المجاهدي، غيرة على النساء وغيرة على الرجوله وغيرة على البلاد ديالي، انني تنطلب منك تحدي وكون بطل. راه لو ما قبلتيش كروشيات، الا ما قبلتيش، الا ما قبلتيش الله يبارك فيك. لا ليش الا ما قبلتيش التحدي، راه غير حيد من داك اليوتيوب وسير بحالك، هذه الاولى. زائد الا قبلتي التحدي الله يكبر بك، الله يحفظك اخويا الحبيب. مرحبا، تحياتي، الله يحفظك اخويا الحبيب، الله يحفظك، الله يجزيك بخير، شكرا اخويا الحبيب. المهم تحياتي خوتي، انا اللي تنبغي نقول لك يوسف قبل التحدي هذا وكون بطل، وكون بطل قبل. يعني انت كتعلن دائما في الفيديوهات ديالك انك بطل، انك قاد، انك انت فرعون للمغرب. الا كنت انت فرعون ها موساجة عليه السلام، استغفر الله العظيم، على انا ما نوصلش حتى هذاك، استغفر الله، اسمحوا لي هذه كلمه، ولكن اعطيت هذه غير اعطيت مثال، انا ما نوصلش لموسى عليه السلام حتى الاخر، فهمتيني ولا لا؟ ادونا الحبس. هذه من 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 بين الامور اللي خلاتني انني نتحداه هي المراه، لان المراه شكون هي المراه؟ شكون هي؟ راه هي المدرسه، هي مربيه الاجيال، هي مربيه الاسود، هي اللي ولدتنا، هي اللي حملت بينا 9 شهور، هي اللي مسكين حصرت علينا، هي اللي بكت علينا، هي اللي بقات في الجوع شبعتنا وزيد وزيد. كيف يعقل غادي نجي تعطيها هكا وتصرفقها وتعلن هي 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 المشاهدين ما عجبتكمش شنو اللي درت لها؟ طاط اش تحت وين هذا؟ اش هذا الشيء هذا؟ اسمح لي اخي يوسف، انا ما نقبلكش دير هذا الشيء هذا. انا ما كنتهمك لا بالنصاب، انا ما عارفش، انا ما عنديش ادله باش نقول عليك انصاب، ولكن عندي دليل انك ضربتي امراه. انا على هذا الشيء الان نايض لك، فهمتي؟ ضربتي امراه واعترفتي، عندنا الفيديو ديالك راهم منزلين عندنا، انك ضربتيها بتصرفيقها ودفعتي واحد السيد اللي هو حميد اشهبار، جيتي ودفعتيه حتى مسكين خليتي خرج واحد الكلمه خطيره بدون شعور، ودابا السيد تيبكي على ديك الكلمه اللي خرجها خوفا من الله سبحانه وتعالى. كيف يعقل السي يوسف توصل لهذا المستوى؟ وكيف يعقل انك تضرب امراه باسم عاش الملك باق عاش واش عاش الملك؟ احترم الملك، الملك راه ما قابلش هذا الشيء، الملك ما باغيش هذه الفوضى، بالعكس الملك ديالنا الحمد لله باغي السلم والسلام، ويكون الشعب متعاخي بيناته ومتحب بعضياته. هذا هو اللي كاين، هذا الملك ديالنا، فهمتي؟ ما غنجيش ما غنجيش انا ندير جمعيه ونعلن بانني الشباب الملكي وغنبقى نضرب الناس امام المحاكم ولا فين، ونقول انا راني عندي جمعيه شباب مناصرين ديال سيدنا. واخا الا كنتي من المناصرين، من المناصرين ديال سيدنا، وخصك تكون بداك الادب اللي امرك به سيدنا، وتطبق القانون بالحذافير ديالو اللي امرك به سيدنا، ماشي انك غتجي وغتشوه الصوره ديال ملك البلاد وتقول انا عندي يعني جمعيه، وتبقى تركب على البوجه ديال هذه الجمعيه وتعدى على الناس. هادشي ما غنقبلوش حنا كشعب مغربي، وما غنقبلو حتى شي واحد يتعدى على المراه المغربيه. واش غنقول لكم باش غادي نختم؟ سميتك سي يوسف قبل التحدي، راني وجدت الرينك
راه البارح راني وجدت لاصال وجدت الرينك وجدت الحكام ولا بصح وجدت كل شيء لاسيرونس ديالو. راني وجدت الرينك وجدت الليغات وجدت الماتيريال وجدت القاعة اللي غيكون فيها تكون فيها حفلة إن شاء الله ديال الجالية المغربية اللي تاهي غادي تجي وكل الناس ديال فاس غادي يحضروا لهذا الكومبا. نتمنى غير تكون أنت بطل وتقبل ورأه ولاسورونس ديالك تاهي قطعت لاسورونس ديالي بقات لاسورونس ديالك أنت باش غادي لا لا كل شيء على حسابنا راني صاوبت كل شيء فهمتي كل شيء غادي تقطع على حسابنا. أنت نبغيك حاجة وحدة ما تهربش تجي وترفع الشعار ديال يوسف الزروالي الا كنت يوسف الزروالي اللي كتعلن انك بطل هذه الا جيتي راك بطل الا ما جيتيش راك غير بطاطا راك بطاطا هذا هو اللي كاين بطاطا معقودة. عاش الملك عاش الملك عاش الملك. حنا كما قال الراجل مدينة فاس معروفة وما عاد شوف ملي تقول مدينة فاس هذه ماشي عنصرية على مدن أخرى، المغرب كله أسود والمغرب كله أبطال فهمتي وباحتراماتي للرياضيين كلهم وباحتراماتي للأبطال كلهم ولكن باش جينا أنت لمدينة فاس ودير هذا العمل وتطيح بالرجال بمدينة فاس وتضربنا مرأة بمدينة فاس حنا ما طلعناش مثلا المكناس ودرنا ضربنا شي مرأة من المكناس ولا درنا هكا فهمتي حنا كنحتارموا العيالات بمكناس الاحتارات ديال كازا العيالات ديال طنجة المهم العيالات النساء فين ما كانوا ماشي غير في المغرب في مشارق الأرض ومغاربها نحتارموهم لأنها أم فهمتي ولهذا باش ما نبقاش نقولوا التحدي التحدي كل ساعة فهمتي نتمنى تقبل التحدي اللي طلقته في القناة ديالي ونتمنى من المشاهدين الكرام كلكم دعموا التحدي هذا باش يزيد يوصلوا لعله يدير النفس ويحشم من الجمهور ويبغي فهمتي باش يحشم فهمتي ويدير ما عندناش مشكل ما كيخافش هو بطل ويعني ما تخافش قبل التحدي الجمهور كله باغيك دير تحدي الشعب المغربي كله تبغى دير تحدي مع المجاهدي فهمتيني ولا لا نعم من طبيعه الحال لان فاس هي يعني المدينه العلبيه من طبيعه الحال هي اللي مخرجه ابطال والمغرب كله تحياتي ليه ومرحبا بكم خوتي نتمنى تقبلوا تكونوا نهار المباراه ان شاء الله نتمنى الحضور ديالكم كاملين وتفرجوا الزروالي غيطيح في الكاو في الكاو Oh, God, oh, God,